انه في شخص حس انه هو عم يحط مجهود اكثر بالعلاقة، وبطل يعني بطل في عنده القدرة يحط مجهود اكثر بالعلاقة، في وصلت الى مرحلة سيلينج اوت، عم تحس انه انت ممكن انت او الطرف الاخر عم تحس انه عم تضحي كثير في سبيل هالعلاقة، مش عم تعود الى مردود انت بتريده او مفيد لإلك. ايضا في كثير احكام انتو بتطلقوها على بعض، يعني بتحكموا على بعض باشياء معينة بدون ما تفهموا الصورة الكاملة او ليش صار هيك، يعني بدون ما تعطوا فرصة اكثر لتوضيح الامور بينكم. عم تحس إنه عم تشتغل بدون ما يعود عليك بمردود مثل ما أنت اللي بتريده، وسبب لك في صار تشويش بينكم أنتوا الاثنين حاليا، طاقة مشتركة بينكم في تشويش عقلي كتير بينكم، وأيضا عم يتطلب الموضوع منكم. عم شوف أنت عم تتحكم بحالك كتير، عم تتحكم بتصرفاتك كتير، الشخص عم يتحكم أيضا بالتصرفات كتير، ما بده يبين أو يحس بنوع من الضعف، فأنت عم تحاول تتحكم بقراراتك وباختياراتك ومشاعرك تجاه الشخص بطريقة كتير عالية. الصورة المكتملة اللي بدكم إياها، اللي هي عم شوف أنت وهو الطاقة المشتركة بينكم، بدكم تكونوا مع بعض، بمعنى إنه بدكم تكونوا أسرة مع بعض، ولكن في أحكام بينكم عم تطلق أو اتهامات، أو في حتى شك وغيرة ممكن بينكم عم تأثر على تحرك وتطور هالعلاقة. خطوتك بالمستقبل يا برج الثور، عم شوف رح تمر بتحديات، أو رح تمر في شخص بحياتك، ممكن في أشخاص عبدها اهتمامك أو عم تطالب باهتمامك، يعني بأي طريقة ممكن تحس إنه الشخص اللي أنت عم تتعامل معه ممكن يستخدم ألاعيب أو يستخدم تلاعب بالحكي لحتى يجذبك أو لحتى يمشي الأمور مثل ما هو بيريد، لأنه في شخص هون عم يستخدم، بالذات إذا كانت امرأة عم تستخدم طاقتها الجسدية لحتى تسير أو تمشي الأمور اللي مثل ما هي بتريد، فعم شوفك ممكن يأثر عليك الموضوع، ولكن أيضا بالمستقبل عم شوف في عندك تغيرات جذرية بنفسك بحالك بشخصيتك أكثر، في عندك تقدم أيضا، ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء، أو ممكن في المستقبل مثل ما حكيت لك يكون في عندك قرار أو اختيار بين شخصين بدك تختارهم، أيضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج مائي، لأنه هالكرت بيتبع برج السرطان، ولكن الشخص اللي عم تتعامل معه في غموض بينكم كتير عالي، ما في حدا عم يحكي بالمشاعر الحقيقية. بتوقع أنت الشخص اللي تكتم أكثر على مشاعرك أو ما بتحكي أكثر، لأنه في عندك القمر هون بيرمز إلى سيكريسي أو غموض أو كتم للمشاعر، فبتوقع أنت ما بدك تعترف لهالشخص أو ما بدك تحكي معه، أو ممكن تكون مستني إلى إنه هو يقوم بالخطوة هاي مش أنت.
خطوة الحبيب أو الشريك المستقبلية، الشخص اللي عم تتعامل معه عنيد، عم شوفه عنيد، ما بيحب الأمور تتسيء، ومش عقليته مش منفتحة تماما، ما بيحب يتقبل انتقادات أو آراء أخرى من أشخاص أخرى، شخص كتير متحفظ، أو شخص عنده فكرة مبدأ العلاقة، شخص جدي عم شوفه بيطالب بأنه يكون في التزام بالعلاقة أو يكون في جدية بالعلاقة، لأنه الوضع اللي بينكم حاليا أو التشوش اللي بينكم حاليا عم يأثر على هالشخص أيضا، لأنه هو متوتر ومتشوش مش عارف ياخد قرار، لأنه عم يشوف إنه العلاقة ما فيها أساسات ثابتة، مع إنه في عنده عرض حب هون، وطاقته عم شوف إنه يعني هالشخص قلبه كتير كبير وبيحب العدل، ممكن تكون عم تتعامل مع برج الميزان أيضا، لأنه هالكرت بتبع برج الميزان، فعم شوفه شخص بده يكون في عدل بالعلاقة بينكم، ولكن هو عم يشوف ممكن العلاقة لأنه لسه في بدايتها لبعض منكم، ممكن هو بده نوع من الالتزام أكثر بالعلاقة أو جدية أكثر بالعلاقة. بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل، يعني شو ممكن يصير بينكم في المستقبل، عم شوف إنه كتير عم تكتموا مشاعركم، مش عم تحكي say what you mean، يعني انت وهو في اشياء كثير بدكم تحكوا فيها ولكن مش عم تحكوا فيها، ف بده يكون في صراحة أكثر بالموضوع، بالحكي بينكم، بدك تعبر أكثر عن الاشياء اللي بتحسها. أيضا بشوف إنه الأمور رح تكون كثير إيجابية بالمستقبل، عندك the sun card، ورقة الشمس، هاي من أفضل الأوراق اللي ممكن تيجي. في بعض التناقضات راح تصير، في بعض تردد لسه راح يصير، two of swords، مش راح تختار، مش رح. في شخص راح يمر باختيار، أو أنتم الاثنين راح تمروا باختيار لازم تختاروا منه، ممكن البعض منكم حاليا عم يفكر بأنه ينفصل أو يترك العلاقة، فأنت عم تفكر تختار، بس ما بتوقع الأغلبية منهم هيك، لأنه عندك The Sun Card، عندك Ace of Wands، يعني عندك بدايات جديدة، أيضا عندك Wheel of Fortune، تقدم وحركة أسرع. أنتو عم شوف الاثنين أيضا عم تتذكروا اللي صار بينكم بالماضي، أو عم تعود إلى ذكريات بالماضي مع هالشخص، أيام ما كان الوضع بينكم كتير من، ففي عم شوف بينكم اشتياق كتير عالي. الشخص اللي عم تتعامل معه انت وحشته، يعني الطاقة المشتركة بينكم عم شوف انه بتتذكروا الامور بس كانت ايجابية في الماضي، عم شوف في حركة سريعة ايضا، نايت اوف سورد، في حركة سريعة بينكم رح تصير، البعض منكم اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا شوف في تغير رح يصير بهالطاقة، ممكن رح ترجع تحكي مع بعض، ممكن البعض منكم رح يرجع يفوتوا بعلاقة مع بعض، البعض منكم رح يتصالحوا مع بعض، البعض منكم ممكن تمروا فقط بحكي يكون في نوع من التوضيح، يعني توصل إلى نقطة تكون فيها توضيح، لأنه في الماضي أو حاليا الطاقة اللي بينكم مشتركة فيها كتير كتير تشويش، متشوشين، وأيضا فيها صعوبة في اتخاذ القرارات، عم شوف كتير فيها restrict، أو في كتير فيها قيود، ولكن عم شوف في أكتر بالمستقبل رح تعبروا أكتر عن مشاعركم لبعض، رح تحكي أكثر أنت شو بتحس، هو أيضا
رح يحكي لك أكتر، بالذات رح تحكي أو رح تعودوا بذكريات إلى الماضي لما الوضع بينكم كان منيح، وهالشي هو رح يكون عامل مساعد بأنه يعيد الشرارة اللي بينكم أو يعيد التواصل اللي بينكم. أوكي حبايبي، برج الثور، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم.